الموت حق على الجميع، وهناك العديد من الفنانين الجزائريين الذين عشنا معهم لحظات جميلة وأوقات زرعت في ذاكرتنا، لكن هناك العديد منهم من توفوا وغادرونا رحمهم الله. ستشاهدون في هذا الفيديو اللحظات الأخيرة لأشهر الفنانين الجزائريين، صدقني ستبكي من الفيديو. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. فريدة صابونجي. توفيت الممثلة القديرة فريدة صابونجي، إحدى الوجوه البارزة في السينما الجزائرية المعروفة، لا سيما بأدوارها المتميزة في المسلسلات التلفزيونية سنة 2022 عن عمر ناهز 92 سنة حسب ما علم لدى وزارة الثقافة والفنون، وهي من مواليد 1930. تعتبر فريدة صابونجي إحدى الممثلات المحبوبات لدى الجمهور، إذ اشتهرت بأدائها الفريد الذي تميزت فيه بحركاتها وطريقتها الخاصة في الكلام ولهجتها العاصمية في أدوار عديدة التي جسدت فيها المرأة الحديدية والتي تقمصتها بروعة وإتقان. وفي سنة 2017 نالت فريدة صابونجي وسام الاستحقاق الوطني من مصف جدير. عز الدين الشلفي. توفي الفنان الجزائري العابد بن عودة المعروف باسمه الفني عز الدين الشلفي سنة 2019 إثر إصابته بجلطة دماغية، ورفض الراحل أنفاسه الأخيرة في مستشفى الأخوات باج في ولاية الشلف شمال الجزائر. وقال مدير أعمال الفنان الراحل لوسائل الإعلام المحلية إن عز الدين شعر خلال ساعات قبل وفاته بضيق في صدره وصعوبات في التنفس، وأشار إلى أنه كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم قبيل رحيله. والشاب عز الدين 44 سنة، متزوج وأب ل6 أبناء، ومطرب راي اشتهر بأغاني مثل وجابك لي خيرة وشداني للغربة رحمه الله. محمد جديد. توفي سنة 2018 بوهران الفنان الكوميدي محمد جديد المعروف فنيا باسم بوضو، وهو وارث ثلاثي الأمجاد بعد مرض عضال ألزمه الفراش منذ مدة. وقد توفي الفنان بوضو 55 سنة بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية لوهران أول نوفمبر، أين كان يتابع العلاج منذ أيام فيها. وحسب أقارب وأصدقاء الفنان الراحل، فإن محمد جديد لم يجد أي مساعدة طيلة فترة مرضه، حيث تكفل بكل مصاريف العلاج سواء هنا في الجزائر أو في فرنسا من خلال مدخراته المالية، وهي المدخرات التي كان يدخرها من أجل أبنائه، وقد صرفها كلها على العلاج. وحسب والده الذي تحدث مع البلاد نت، فإن الفنان الراحل كان طيلة الأيام الأخيرة يكرر على مسامعهم القول غسلوني ودوني لدار بويا، حيث كان يوصي بأن يتم نقله لدار والديه بوهران أين ترعرع وعاش فترة طويلة من حياته رحمه الله وأسكنه فسيح جناته يا رب. فاتحة بربار. سنة 2015 توفيت الفنانة الجزائرية الكبيرة فاتحة بربار على إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 76 سنة. وكانت الممثلة فاتحة بربار حسب نفس المصدر في باريس الفرنسية في زيارة لبناتها عندما وافتها المنية، ورغم بعض المشاكل الصحية الراجعة لعوامل السن لم تتوقف المرحومة عن العمل، فقد ظهرت في الفترة الأخيرة في أعمال تلفزيونية منها فيلم الهجرة لياسين بوجملين، وأعمال أخرى مع الفنانة سونيا ومصطفى عياد في شهر رمضان رحمها الله. الراقب الأحمر. سنة 2019 توفي الراقب الجزائري الشهير بالأحمر، حيث كشف مدير مستشفى محمد بوذياف بولاية غليزان كمال خفيف عن تفاصيل صادمة عن كيفية مقتل الراقب الأحمر. وقال مدير مستشفى محمد بوذياف أن الضحية المسمى بالأحمر الحاج والمدعو بالأحمر، والمولود بتاريخ 16 جون في 1967، تم نقله للمستشفى محمد بوذياف على تمام الساعة 2:16 صباحا. الضحية تم استقباله متوفيا في عين المكان،
وذلك بعد تعرضه لطعنات بخنجر على مستوى كامل جسمه. وقال مدير مستشفى محمد بوضياف أن الضحية تم طعنه بالخنجر من أمام وكذلك من الخلف، مضيفا أنه طعن كذلك على مستوى القلب رحمه الله. محمد حزيب. خسرت الساحة الفنية في الجزائر. سنة 2022 الفنان محمد حزيم عضو الثلاثي الوهراني الشهير بلا حدود الذي طالما أسعد الجزائريين سنوات الإرهاب في التسعينات بتمثيلاته الفكاهية. ارتبط اسم حزيم بلا حدود رفقة زميليه مصطفى وحميد، وهي السلسلة التي اشتهرت بتمثيلياتها الفكاهية التي بثها التلفزيون الجزائري سنوات التسعينات، والتي كان الجمهور الجزائري ينتظرها بفارغ الصبر وخصوصا في سهرات رمضان رحمة الله عليهم. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. يا رب يا رب. بعد كل الفيضانات والخيرات التي نزلت على الجزائر هذه الأيام، إلا أن هناك العديد من المناطق التي تضررت من الفيضانات، من بينها العاصمة ومناطق الشرق، بالإضافة إلى طباز التي شهدت كارثة بكل المقاييس من خلال سقوط المنازل والمياه التي غمرت البيوت. ولا ننسى الحدث الأهم ألا وهو اجتياح الفيضانات للمقبرة التي أدت إلى خروج الموتى والجثث من قبورها. فعلا منظر يبكي. ستشاهدون في هذا الفيديو الفيضانات الكبيرة التي شهدتها ولاية طبازة وكل ربوع الوطن. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو، هي أيضا من بينها وفاة شخص في القلاعة، ووفاة مواطن من بلدية فوكا إثر انهيار منزله جراء الفيضانات، ووفاة طفل في الخامسة من عمره بعد سقوط جدران المحاذي للمدرسة رحمهم الله. حيث أن الفيضانات بولاية طبازة تسببت خروج جثث من مقبرة بوسماعيل طبازة، حيث جرفت المياه السيول جزءا. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. كارثة حلت اليوم على سكان فوكا، القلاعة، بوسماعيل وطبازة. أمطار طوفانية أدت إلى خسائر مادية معتبرة وبشرية.